أكو مؤشرات جديدة بخصوص السياحة وتنشيطها في ظل مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ناشطين بهذول المواقع سواء منظمات مجتمع مدني، صناع محتوى وغيرها؟ شوف الحقيقة ست، هو الجهد الأكبر يقع على عاتق هذه المجاميع، يعني مجاميع السوشيال ميديا، الروابط، الجمعيات اللي تتبنى الجوانب السياحية بشكل شخصي، لكن غياب الدور الحكومي بشكل واضح. احنا نشوف اكو اقبال من قبل السياح سواء كانوا عرب او اجانب للجوانب السياحيه لممارسه بعض الفعاليات والانشطه المتعدده المختلفه اللي العراق زاخر بها بكافه انواع التاريخيه والطبيعيه والحضاريه وعلى شاكلتها، لكن هنا تحتاج الى عمليه تنسيق وتنظيم اكثر. اليوم احنا قلنا نمتلك كل المقومات، الجانب الامني جيد لا باس به لممارسه الفعاليات والانشطه السياحيه، لكن نحتاج الى تنسيق، الى وضع خطط واهداف تقودها اصحاب القرار السياحي اليوم بالعراق. عندنا جهتين هي اللي تدير الجانب السياحي بالعراق، هيئه السياحه بالاضافه الى وزاره الثقافه والسياحه والاثار، يجب ان تكون هناك خطوات ملموسه وحقيقيه واضحه نستطيع من خلالها ان نكون طلب خارجي على السياحه داخل العراق. هذا اليوم ما موجود عندنا للاسف، ينقص الكثير من الجوانب والنقاط والاهداف اللي يجب ان نسعى الى تحقيقها على مود يكون القطاع السياحي بالعراق على الاقل مشابه لدول الجوار. برايك اريد اعرف من حضرتك منو يعني اللي اكثر اهتماما تشوفه من يعني جانب السياحه من هذه الجهات اللي ذكرتها؟ يفترض الدايركت المباشر لقياده هذه الحاله هي هيئه السياحه. زين. يعني هي اكثر تخصص من اسمها هيئه السياحه، فهي مسؤوله عن كافه المرافق السياحيه الموجوده داخل العراق. شنو دوركم انتم وياهم؟ الحقيقه ماكو ذاك التعاون القوي خلينا نقول او الايجابي اللي يحدث مثلا فدرات فعل داخل الساحه السياحيه، للاسف هذا ما موجود. يعني انت رايح لاثار بابل؟ اكيد تقدر هناك، يعني انت رحت هسه مثلا اثار بابل وانت سائح وما تعرف يعني جاي من منطقه بعيده وهذا او جاي من يعني من غير بلد هسه ما هسه لا ما اريد اعبر كلش، حتى ما اريد نقول يعني مبالغ؟ ما اريد نبالغ، اوكي. طبعا اجانب مليانه ديجون، يعني حتى برمضان انا رحت وشفت اجانب ديجون وهذا، بس هو انت كمواطن عراقي تروح تريد لك اسواق تشتري من عندها شيء، سوبر ماركت عمي ما اريد سوبر ماركت، اريد هيك ميني ماركت. زين محل يبيع له شيء لفه، يبيع له شيء شرب، يعني فشيء يعني على الاقل بامتيازات متوسطه. يصير ماكو بهيك مكان سياحي وهم ياخذون اجور على كل واحد يدخل يصور، واجور مو قليله، اجور هوايه يعني. شوف استاذ دلال، انت ذكرت منطقه بابل، هي مو فقط منطقه، انا طبعا كنموذج كنموذج طبعا وهذا مؤسف، ودائما نحكي ونتحدث وقدمنا هواي من الافكار والدراسات، هي يعني هذه الخدمات المساعده والمكمله ما موجوده عندنا بكل المرافق السياحيه. وللاسف اثنين، غياب التنسيق الكامل ما بين الاجهزه الامنيه وما بين الجهات المسؤوله عن السياحه. يعني انا احد المرات ماخذ وفد مع جل احترامنا للقوات الامنيه، شرطي بسيط اوقفني ساعات ما يدخلني، لا عنده امر ولا يعرف يتصرف وياي ولا عنده تعليمات وضوابط انه يخليني ادخل، فاضطرينا بالجوانب الشخصيه من خلال العلاقات بواسطه الهاتف يلا قدرنا ندخل، وعندنا معاناه كبيره. يعني اكو ناس سياح هو ده يجي بجهود شخصيه، يعني يجي من يدخل يعني يريد لاحد يفهمه يدلي على موقع على مكان، ما موجود عندنا مشكلة. حتى عملية التعامل معهم تنقصنا بها الكثير من الخبرات وبها مشاكل. ليش؟ لأنه هذا الوعي السياحي ما عندنا. اليوم كل اللي يعملون بالقطاع السياحي هم بعيدين عن التخصص السياحي، هذه مشكلة كبيرة. يعني اليوم إذا متمكن من الجانب السياحي وأنا حاصل على شهادة أكاديمية سياحية بغض النظر عن المستوى، بالفعل راح أقدر أتعامل ويا ساحة، لأن راح أنطي قيمته الحقيقية وبالتالي أقدر أتعامل وياه، لأن العمل السياحي مبني على اللمسة الإنسانية، وهذا اللي إحنا فاقدينه اليوم.